السلام عليكم الكيب، معكم الاستاذ ربيع ياسين، استاذ علوم طبيعيه بمركز الامتياز. نواصل اذا مع سلسله المراجعه النهائيه في اخر وحده اللي راح نراجعوها هذا العام، هي وحده الاتصال العصبي. بعد ما شفنا الوحدات الماضيه كامل زائد تركيب ضوئي، اخر فيديو راح يتعلق بالاتصال العصبي. صح، وضعيه الانطلاق باش نراجعوا الوحده هذه وتكون مراجعه مفيده وتكون فعاله. وضعيه الانطلاق مليحه، نشوفوا مسار الرساله العصبيه اثناء المنعكس العضلي. وشنو هو المنعكس العضلي؟ هو رد فعل لا ارادي يتمثل في استجابة عضلة بالتقلص، والعضلة المضادة لها تبقى في حالة استرخاء، دونك يعتمد على عمل العضلات المتضادة، صح؟ إذا كان حبينا نشوفوا مسار الرسالة العصبية خلال المنعكس العضلي، لازم نعرفوا أولاً بأن المركز العصبي المسؤول عن المنعكسات، عن حركة اللا إرادية، هو النخاع الشوكي، دونك على مستوى النخاع الشوكي يكونوا المشابك، صح؟ إذا كان مثلاً خذينا مثال على المنعكس الرضفي او المنعكس الاخيري، عندي عضلتين متضادتين، واحده تسمى باسطه والاخرى تسمى قابضه. المنعكس العضلي يبدا بتنبيه الوتر المرتبط مع العضله الباسطه. كي ننبهوا للوتر ماذا يحدث؟ يحدث تمدد مفاجئ للعضله الباسطه، ثم بعد ذلك تتقلص. والعضله المضاده لها اللي هي القابضه، واش يصرى لها كي تتقلص الباسطه؟ الاخرى تبقى في حاله استرخاء، او ما لا يحدث لها يحدث لها تمدد. إذا تقلصت الباسطة وتمددت القابضة واسترخت القابضة يحدث المنعكس، ليكون سحب الساق نحو الأمام في المنعكس الرضفي، ولا سحب القدم نحو الخلف في المنعكس الآخري، لا علينا، صح؟ لازم نعرفوا أولا خوتنا بأن على مستوى العضلة الباسطة كاين جهاز حسي يسمى مغزل عصبي عضلي. وش فيه المغزل هذا؟ فيه ألياف عضلية خاصة جاية في مركز العضلة، تلتف حولها نهايات عصبية لعصبون يسمى العصبون الحسي. على اسم عصبون حسي لأنه ينقل الرسالة العصبية الحسية. كيفاش يصير توليد الرسالة العصبية؟ عند تنبيه الوتر يحدث تمدد للعضلة، فتتمدد الألياف العضلية هذه فيتنبه المغزل. التنبيه كيكون هنا تنبيه فعال يؤدي إلى توليد رسالة عصبية تنتقل عبر العصبون الحسي إلى النخاع الشوكي. في النخاع الشوكي العصبون الحسي متفرع الى نهايتين، نهايه يشكل فيها مشبك مع عصبون حركي مرتبط بنفس العضله اللي جا منها التنبيه، دونك هي شكون؟ هي العضله الباسطه. ما دام النهايه هذه مرتبط بها مع العصبون الحركي، والعصبون الحركي مرتبط مع العضله الباسطه، النهايه الثانيه راح يرتبط مع العصبون الحركي ولكن عن طريق عصبون جامع، دونك الارتباط يكون غير مباشر، كاين وسيط بينهما بين العصبون الحسي والعصبون الحركي المرتبط بالعضله المضاده. هو شكون؟ هو العصبون الجامع، دوره مثبط لانه يمنع انتقال الرساله العصبيه الى العصبون الحركي. معناها العصبون الحركي الاول مرتبط بالعضله الباسطه ينقل الرساله العصبيه، والعصبون الحركي الثاني المرتبط بالعضله القابضه لا ينقل الرساله العصبيه. فوصول الرساله العصبيه الى العضله الباسطه يكون من خلال لوحة محركة. اللوحة المحركة وشنو هي خوتنا؟ هي مشبك عصبي عضلي، هذا مغزل هو جهاز حسي، أما اللوحة المحركة فهي جهاز حركي. معناها إذا لحقت الرسالة العصبية إلى العضلة الباسطة تستجيب بماذا؟ بالتقلص. وشرط حدوث المنعكس، إذا تقلصت هذه العضلة لازم ماذا يحدث للعضلة القابضة؟ تتمدد. تمدد كيفاش يصرى التمدد؟ يصرى التمدد في حالة عدم انتقال الرسالة العصبية، لأن العصبون الحركي لا ينقل الرسالة العصبية، العصبون الحركي الثاني، إلى العضلة القابضة، لذلك تبقى في حالة استرخاء. الآن، على العصبون الأول نقل الرسالة العصبية، العصبون الثاني ما نقلش الرسالة العصبية، لأنه كاين هنا مشابك تنبيهية وكاين مشابك تثبيطية. المشبك بين العصبون الحسي والعصبون الحركي المرتبط بالعضلة الباسطة اللي جبنا التنبيه هو مشبك تنبيهي، راني داير هنا إشارة زايد معناتها ينقل الرسالة العصبية. كذلك من جهة اليمنى خوتنا ينقل الرسالة العصبية إلى العصبون الجامع، لأنه ما كاش منها نهاية مشبكية، منا تنقل الرسالة العصبية ومنا لا تنقل الرسالة العصبية. العصبون الحسي الجسم الخلوي تاعو موجود في العقدة الشوكية، يقوم بتركيب نفس المبلغ العصبي. معناها اذا كان هنا صرا افراز الاسيتيل كولين مثلا، هنا كذلك يتم افراز الاسيتيل كولين، دونك هنا راح يكون تنبيهي وراح يكون تنبيهي. الان علامه تنتقل الرساله العصبيه الى العصبون الحركي، لان العصبون الجامع
دوره مثبط. ما معنى مثبط؟ معناتها يمنع انتقال الرسالة العصبية، لأن المشبك اللي يكون بينه وبين العصب الحركي ومشبك تثبيطي. مثلا يتم إفراز الأشكر، مبلغ العصبي الثاني اللي تعرفه تثبيطي هو الجابا، صح؟ الآن هنا خاوتنا كل الظواهر الكهربائية راهي تبان. كاين كمون الراحة، كاين كمون العمل، كاين كمون بعد مشبكي تنبيهي، وكاين كمون بعد مشبكي تثبيطي. راح نشوفوا شنو هي الأجهزة اللي تسجل كمون الراحة واللي تسجل كمون العمل. الجهاز الأول مرتبط مع العصبون الحسي، العصبون الحسي ينقل الرسالة العصبية. معناها الجهاز الأول واش يكون فيه؟ يكون فيه كمون عمل. الجهاز الثاني والجهاز الثالث راهم مرتبطين بالجسم الخلوي، بالجسم الخلوي معناتها راح يمدوا لي كمونات بعد مشبكية تنبيهية، لأنه هنا كاين مشابك، صح؟ هذا صافي شحال يمد لي؟ PPSE تنبيهي، لأنه نقل رسالة عصبية. هذا مش يمد لي كذلك PPSE تنبيهي، لأنه نقل رسالة عصبية، صح؟ على مستوى الجهاز الرابع، الجهاز الرابع راهو في المشبك التثبيطي، معناتها راح يسجل لي ماذا؟ فرط في الاستقطاب يسمى PPSE، صح؟ هل العصبون الحركي ينقل الرسالة العصبية؟ نعم ينقل الرسالة العصبية، معناها الجهاز الخامس راح يمد لي كذلك كمون عمل، صح؟ هل العصبون الحركي الثاني المرتبط بالعضلة القابضة ينقل الرسالة العصبية؟ ما نقلش الرسالة العصبية، معناها راح يمد لي ماذا الجهاز اللي يكون هنا في المحور الأسطواني؟ راح يمد لي كمون راحة، صح؟ الآن نبدأ بكمون راحة نشرحه، ومن بعد نروح لكمون عمل نشرحه، ومن بعد نروح لكمونات بعد مشبكية البي بي اس او اللي فيه زوال الاستقطاب، والبي بي اس اي اللي فيه ماذا؟ فرط في الاستقطاب. انا بغيت نقول لكم هذا المسار خاوتنا ما تغفلوش عليه، كاين بزاف التلاميذ اللي يهملوها النقطة هذه في الدرس تاع مسار الرسالة العصبية في المنعكس العضلي، مهمة جدا لأنه يقدر يبدا بها ومن بعد يدرس الظواهر الكهربائية تاع كل جهاز، كاع الظواهر الكهربائية اللي تكون. أولا كمون راحة. كمون راحة القيمة تاعو شنو هي خاوتنا؟ قيمته هي ناقص 70 ناقص 60 ميلي فولت. كي نقول ميلي فولت معناها الجهاز اللي يقوم بقياس كمون الراحة يسمى الأوسيلوسكوب أو راسم الذبذبات المهبطي. هذا الجهاز خاوتنا يقيس فرق الكمون على جانبي غشاء الليف العصبي في حالة راحة. الشرط الأساسي وشنو هو؟ غياب التنبيه. كما هنا خاوتنا في العصبون الحركي الرسالة العصبية ما لحقاتوش، معناتها العصبون الحركي راه في حالة راحة، على بها سجل لي كمون الراحة. الليف العصبي وكان ناخذ هذا مثلا هذا الجزء ونحطه جهاز راسم الذبذبات المهبطي، عنده قطب يكون في السطح الخارجي وعنده قطب يكون في السطح الداخلي، وعلى بالنا كامل بان الليف العصبي في حاله راحه كيفاش يكون مستقطب. سطحه الخارجي موجب، سطحه الداخلي سالب. ما معنى سطحه الخارجي موجب؟ معناها مجموع الشوارد الموجبه يكون اكبر من مجموع الشوارد السالبه، والداخل العكس، مجموع الشوارد الموجبه يكون اقل من مجموع الشوارد السالبه. لا يعني ان الشوارد الموجبه تكون في السطح الخارجي والشوارد السالبه تكون في السطح الداخلي، لا لا. دونك هي الفرق بين الموجب والسالب، اذا كان هنايا الموجبه تغلب الشحنه الاجماليه راح تكون موجبه، اذا كان السالبه الداخل في الهيوله تغلب الشحنه الاجماليه راح تكون شحنه سالبه. كيكون فرق في الاستقطاب معناها الكمون الداخلي والكمون الخارجي منخفض. جماعه الكمون ما عندوش قيمه سالبه، الكمون كله موجب. القيمة تاعو تقدر تكون منخفضة تقدر تكون مرتفعة. الجهاز هذا واش يقيس لي؟ يقيس لي الفرق، لا ديفيرونس دو بوتونسيال، الفرق بين البي انترن داخلي كومون داخلي والبي اكسترن كومون خارجي، صح؟ الآن شكون يتحكم في قيمة الكومون؟ يتحكم فيه الشوارد الموجبة. إذا كان الشوارد الموجبة بزاف في وسط التركيز تاعها معتبر، الكمون يكون معتبر، وإذا كانت الشوارد موجبة شوية، الكمون يكون منخفض، صح؟ وين يكون تركيز الشوارد موجبة بزاف؟ في الوسط الخارجي، الوسط الخارجي قيمة الكمون تاعو تقريبية هي 100 ميلي فولت. السطح الداخلي تركيز الشوارد موجبة قليل، علاه؟ لأن الشحنة الإجمالية سالبة، معناتها الشوارد السالبة هي اللي تغلب.
تركيز الشرايين الموجبة قليل، معناها الكمون يكون قليل منخفض، ما يكونش سالب ولكن يكون منخفض تقريبيا 30 ميلي فولت، صح. الآن القيمة اللي يعطيها لي راسم ذبذبات المهبطي في حالة راحة هي الفرق بين الكمون الداخلي والكمون الخارجي. شحال كمون داخلي 30 ميلي فولت، شحال كمون خارجي 100 ميلي فولت. الفرق بينهما كيفاش راح يكون؟ راح يكون سالب، اما ناقص 70 ميلي فولت او ناقص 60 ميلي فولت اذا كان ليف العصبي. القيمة هذه تختلف من ليف عصبي لاخر، صح. الان ما هو مصدر هذا الكمون؟ ما هو المصدر تاعه؟ وكان جا توزع الشوارد متساوي على جانبي الغشاء، ما يكونش كاين فرق في الكمون، معناها الفرق شحال راح يكون؟ راح يكون معدوم صفر. الفرق المعدوم نسموه كمون غشائي معدوم، ما نسموش كمون راحه. كمون الراحه السبب تاعو انه كاين توزع غير متساوي لشوارد ال ا بلس والكا بلس على جانبي الغشاء. كيفاش يعطيها لك في التجارب؟ يعطيك ليف عصبي ميت مثلا، ويعطيك ليف عصبي حي في حالة راحة. الليف العصبي الميت تلقى تركيز شوارد الـ NA بلس الخارجي والداخلي متساوي، وتلقى تركيز الـ K بلس الخارجي والداخلي متساوي. ومن بعد يمدلك قيمة الكمون، يقول لك 0 ميلي فولت. تشوفها في المنحنى 0 ميلي فولت. أما هنا في حالة ليف عصبي حي، يكون تركيز الـ NA بلس الخارجي مرتفع والداخلي يكون منخفض. العكس بالنسبة للكابلوس، الكابلوس الداخلي يكون مرتفع والخارجي يكون منخفض. ومن بعد يعطيك القيمة تاع كمون الراحة ناقص 60 ولا ناقص 70 ميلي فولت، ويقول لك قدم تحليل المقارنة للنتائج، ثم استخلص مصدر، ثم استنتج مصدر الكمون الغشائي الملاحظ هذا في حالة راحة. توش راح تقول؟ الليف العصبي كيكون ميت يفقد خصائصه الفيزيولوجية، ما عندوش خصائص فيزيولوجية. فنلاحظ أن توزع شوارد، خاوتنا نتكلموا على الشوارد بصفة عامة، بصح نركزوا على الشوارد الـ NA بلس والـK بلس لأنه هما يتحكموا في الظواهر الكهربائية. صوديوم والبوتاسيوم تركيز تاعهم راهو متساوي على جانبي الغشاء. هذا واش عطالي؟ عطالي قيمة لكمون غشائي تساوي 0 ميلي فولت. ما معنى ذلك؟ معناها أن الكمون الخارجي والكمون الداخلي راهم متساويين. دونك الفرق بيناتهم كيفاش يكون؟ يكون معدوم. اما في حاله الليف العصبي الحي والذي يحافظ على خصائصه الفيزيولوجيه، نلاحظ تباين. ما معنى تباين؟ اختلاف. كي تقول تباين ولا توزع غير متساوي نفس الشيء لشوارد الان ا بلس والكا بلس على الجانبين. كي نقول على جانبي الغشاء معناتها بين السطح الخارجي والسطح الداخلي، لانه يعني الغشاء عنده سطحين، يطل على سطحين خارجي وداخلي. نسجل بأن تركيز الصوديوم في الوسط الخارجي مرتفع وتركيز البوتاسيوم في الوسط الداخلي مرتفع. إذا هذا يقدم ماذا؟ يقدم كمون غشائي قدره ناقص 60 ميلي فولت. إذا ما هو مصدر هذا الكمون الغشائي؟ هو توزع غير متساوي لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم على جانبي الغشاء. لو مثلا كان عندي توزع متساوي ما نتحصلش على الكمون الغشائي، صح. ما فائدة هذا التوزع؟ الآن حبينا نعرف الآن شكون هو المتحكم في القيمة تاع كمون الراحة، صح. فرق الكمون ناقص 70 ناقص 60 ميلي فولت سببه التوزع الغير متساوي. حبينا نعرف الآن شكون هي الشاردة اللي تتحكم؟ هل هي شوارد ان ا بلس ام هي شوارد الكا بلس؟ لاحظوا جيد، تجارب هودجكين بيكر ستارك، هذو تلت علماء درسوا كمون الراحة. واش لقاو خوتنا؟ لقاو بأن على مستوى غشاء المحور الأسطواني الليف العصبي الكالامار، خاصة الليف العصبي تاع حيوان بحري، يكون عملاق، الليف كبير، القطر تاعو كبير، ويبقى حيا لعدة ساعات في ماء البحر. ماء البحر هو وسط فيزيولوجي، علاه وسط فيزيولوجي؟ لأن تركيبة الشوارد تاعو تماثل تقريبا تركيبة الشوارد تاع البلازما. كي تحكم ليف عصبي، الوسط الخارجي تاعو هو شكون؟ هو الدم، البلازما. تركيز شوارد الـ NA بلس والـ K بلس في البلازما يكون الـ NA بلس مرتفعة والـ K بلس يكون منخفض.
وكان نشوفوا تركيز شوارد الان ابيوس والكابيوس في ماء البحر قام كما هو، معناها الليف العصبي كي تنحيه من الدم وتحطه في الوسط الفيزيولوجي في ماء البحر يبقى حيا لعده ساعات، لانه يعتبر الوسط الخارجي هذا وكانه الوسط الطبيعي ديالو. صح، واش لقاو خاوتنا؟ لقى بان القنوات المفتوحه باستمرار تسمى قنوات التسرب للكابلوس اكثر عددا من قنوات مفتوحه باستمرار للان ابلوس. معناها القنوات هذه عندها دور في كمون الراحه. هذه القنوات اولا تسمى قنوات التسرب وليسموها كذلك قنوات الميز وليسموها كذلك قنوات مفتوحه باستمرار. هذه القنوات اولا من طبيعه بروتينيه، على بها ندرسوا في الاتصال العصبي في المجال هذا التخصص وظيفي البروتين، لان القنوات هذه المسؤوله عن نقل الرساله العصبيه من طبيعه بروتينيه، دونك البروتين عنده دور في انتقال الرساله العصبيه. ثانيا انها تعمل بظاهره الميز. ما معنى الميز؟ تنقل شوارد الان ابلوس او الكابلوس او اي شارده من الوسط الاعلى تركيز الى الوسط اقل تركيز. بالنسبه للصوديوم ماذا يحدث له؟ ينتقل من الوسط الخارجي الى الوسط الداخلي. وبالنسبه للكابلوس ماذا يحدث له؟ ينتقل من الوسط الداخلي الى الوسط الخارجي. دونك وفق تدرج التركيز من اعلى الى اقل، كل واحد التركيز تاعو وين يكون مرتفع، تركيز صوديوم برا، تركيز كابلوس الداخل. دونك تعمل بظاهره الميز. ثالثا عملها نوعي، معناها قنوات التسرب تاع الان ابلوس تنقل غير الان ابلوس وتاع الكابلوس تنقل غير الكابلوس. هذه الثلاث خصائص هذه مشتركه بين جميع القنوات. كي تسمع قناه في الاتصال العصبي معناها بروتينيه، معناها تعمل بظاهره الميز من اعلى تركيز الى اقل تركيز، معناها عملها نوعي. صح، هذه القنوات خاوتنا تسمح بحركه لشوارد الان ابلوس والكابلوس على جانبي الغشاء. الان شكون هو الاكثر تحكما في قيمة كمون الراحة بين الكابلوس والان ابلوس؟ هي الشاردة الأكثر نفاذية، هي الشاردة الأكثر حركية، الأكثر ناقلية. كي نقارن أنايا عدد القنوات مفتوحة باستمرار للكابلوس مع عدد القنوات مفتوحة باستمرار للان ابلوس، نلقى بلي تاع الكابلوس أكثر، معناها في حالة راحة شكون يتحرك بزاف؟ هو شوارد الكابلوس. صح، وما واش داروا؟ داروا تجربة. التجربة هذه غيروا في تركيز الكابلوس والان ابلوس الداخلي، كي غيروا في تركيز الان ابلوس الداخلي ما تغيرش الكمون الغشائي، لم يتاثر كثيرا. اما كي غيروا تركيز شوارد الكابلوس الداخلي من 0 الى غايه 400 ميكرومول، ثم من 400 الى غايه 460 تقريبا ميكرومول، لان التركيز الطبيعي العادي في حاله راحه تاع الكابلوس الداخلي تقريبا 450 ميلي مول او ميكرو مول بار لتر، على التركيز تاع شوارد الكابلوس. في الحاله في البدايه نحاو كاع قاموا بافراغ المحتوى الليف العصبي من الكابلوس، دونك كي نحو كامل تركيز شوارد الكابلوس يكون صفر، قيمه الكمون الغشائي تقريبا منعدمه، ما كانش كمون غشائي ما كانش كاع. ثم بزياده تركيز الكابلوس الداخلي، كل ما نزيدوا في تركيز الكابلوس كل ما قيمة كمون الغشائي تقترب من كمون الراحة إلى غاية 400 ميلي مول أو ميكرو مول على اللتر. ثم بعد ذلك يثبت الكمون الغشائي عند قيمة كمون الراحة. صح، معناها كي نزيدو الكابلوس الداخلي يلحق الكمون الغشائي إلى كمون الراحة، كي نقص الكابلوس الداخلي تقريبا ينعدم الكمون الغشائي، لأنه يولي فرق بين الخارجي والداخلي، فرق معدوم. من الشارده الاكثر تحكما في قيمتكم الراحه؟ هي شارده الكابلوس. معناها كي نجي نتكلم عن المصدر تاعكم الراحه نقول ان السبب هو وجود توزع غير متساوي للشوارد على جانبي الغشاء، هذه وحده. السبب تاع التوزع الغير متساوي للشوارد هو وجود قنوات مفتوحه باستمرار للكابلوس والان ابلوس. الان من الشارده الاكثر تحكما في قيمه كمون الراحه في قيمه ناقص 60 او ناقص 70 ملي فولت؟ هي شارده كابلوس. لماذا؟ لان ناقليه كابلوس اكبر من ناقليه الان ابلوس. لماذا؟ لان عدد قنوات التسرب للكابلوس في وحده المساحه، المساحه معناتها كي ناخذ وما تيماجينيش هكا 3-1 دائما خاوتنا، دونك باك باش يبين لك بان تاع الكابلوس اكبر من تاع الان ابلوس، لان عدد قنوات التسرب
في حاله راحه عدد قنوات التسرب عفوا هي دائما هكذا بالنسبه للكابليوس يكون اكبر من عدد قنوات التسرب بالنسبه للانوكليوس صح. هذا فيما يخص ماذا؟ التوزع غير المتسرب. هذا فيما يخص مصدركم الراحه. الان الاشكاليه المطروحه وشنو هي؟ ما دام الكابليوس والانوكليوس عندهم قنوات تسرب والكابليوس ينتقل بظاهره الميز، الصوديوم كذلك ينتقل بظاهره الميز، علاه ما يتساواش تركيز الانوكليوس والكابليوس؟ لانه معروف احنا في 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 قانون الميز ان الشوارد تنتقل من اعلى الى اقل. الانتقال من اعلى الى اقل يؤدي الى تساوي تراكيز الشارده على الجانبين، معناها الكابليوس راح يولي متساوي والانوكليوس راح يولي متساوي. شكون هي خوتنا وكان يولي الكابليوس والانوكليوس متساوي؟ نطيحوا في حالة الليف العصبي الميت، معناها كمون الراحة يروح، يذيب تماما، ينعدم. شنو هي الآن الآلية التي تسمح بالحفاظ على كمون الراحة؟ جماعة كنقول الآلية التي تسمح بالحفاظ على كمون الراحة، معناها هي نفس الآلية التي تسمح بالحفاظ على التوزع الغير متساوي. القنوات لا تسمح بالحفاظ على التوزع الغير متساوي، لأن القنوات تسمح بحركة الشوارد إلى غاية ماذا؟ حدود التوازن، إلى غاية كابلوس يتوازن، والآن أبلوس يتوازن، دونك معناها كاين آلية واش راها دير؟ الآلية تعمل على إدخال الآن أبلوس عكس تدرج الكابلوس عكس تدرج التركيز، وإخراج الآن أبلوس عكس تدرج التركيز، علاه؟ الكابلوس كان يستمر في هذا الإتجاه فقط، راح يتساوى. ما دام ماهوش متساوي معناها راه متباين التركيز تاعو، معناها كاين حاجه واش راهي دير؟ الكابلوس اللي راه يخرج تعاود تدخلو باش تخلي دائما الكابلوس الداخل مرتفع وبرا منخفض. وكاين اليه واش راهي دير؟ راهي تعمل على ماذا؟ تعمل على اخراج الان ابلوس عكس تدرج التركيز، راه يدخل وفق تدرج التركيز. لماذا لا يتساوى؟ لان الاليه هذه واش دير؟ تقوم باخراجه عكس تدرج التركيز. هذه الآلية شنو هي؟ هي مضخة الان A بلس K بلس A تي بي آز. القنوات تعمل بظاهرة الميز، أما المضخة تعمل عكس تدرج التركيز، تعمل عكس القنوات. كي نسمع كلمة مضخة معناها تعمل من أقل تركيز إلى أعلى تركيز. المضخة اللي مش دير خوتنا بعطولها تمثيل، كل التمثيلات اللي تشوفوها في الكتاب ولا هي نماذج مقترحه فقط لعمل المضخه. كاين اللي مثلوها تنفتح داخل وتنفتح برا، كاين اللي مثلوها على شكل ماذا؟ كعجله الدور. دونك هذه كلها نماذج ما عندها زعما تاثير على خصائص المضخه. انت المهم تفهم واش تدير. المضخه هذه واش تدير خوتنا؟ قنوات هذيك مثلا قناه الان ا بلس، قناه الان ا بلس تقوم بادخال ان ا بلس من الوسط اعلى تركيز الى الوسط اقل تركيز. هذه قناه تسرب صح. المضخة واش دير خوتنا؟ المضخة الان ا بلس اللي دخل ثبتو في الوسط الداخلي، والكا بلس اللي راه يخرج وفق تدرج التركيز تقوم بتثبيته في الوسط الداخلي، في الوسط عفوا الخارجي. دوك يخرج الكا بلس يتثبت هنا، وكي يدخل ان ا بلس يتثبت هنا. من بعد المضخة تقوم بنقل الشوارد عكس آلية دخولها بظاهرة الميز. هذا ماذا يسمى؟ يسمى نقل فعال. نقل فعال ولكنه مزدوج. وش معناتها مزدوج؟ معناها خروج الـ NA بلس يتطلب ماذا؟ دخول الكا بلس. بيقول إذا كان الوسط الداخلي ما فيهش الـ NA بلس، الكا بلس ما يخرجش، الكا بلس ما يدخلش. وإذا كان الوسط الخارجي ما فيش الكا بلس، الان ا بلس ما يخرج. معناها ما تقدرش هي الدور وتخدم بدون تثبيت شاردتين، الكا بلس في الوسط الخارجي والان ا بلس في الوسط الداخلي. تقوم بإخراج 3 ان ا بلس مقابل إدخال شحال؟ تنين كا بلس عكس تدرج التركيز، ويكون بصرف طاقة دائما على شكل ماذا؟ ATP. يتم صرف الـ ATP إلى ADP أو إلى AMP. الطاقة التي تقوم باستهلاكها المضخة تستعملها في نقل الشوارد عكس تدرج التركيز، لأن بالميز يكون بدون طاقة، أما العكس الضخ يكون بماذا؟ بصرف طاقة. دونك لازم تعرفوا شنو هي خصائص المضخة كاملة. الأولى أنها من طبيعة بروتينية، الثانية أنها تعمل بظاهرة النقل الفعال، الثالثة أنها تقوم بإخراج 3 ان ا بلس وإدخال 2 كا بلس، الرابعة والأساسية أنها تقوم بصرف طاقة على شكل ATP، والخامسة ما هي؟ أنها تـ
تعمل على الحفاظ على التوزع الغير متساوي لشوارد الان ا بلس والكابلس. وكان الحين اذا خرج حيصرا الكابلس يخرج حتى يتساوى والان ا بلس يدخل حتى يتساوى. ومن بعد كدير الجهاز الاوسيلوسكوب في الوسط الخارجي في الوسط الداخلي تلقى بلي كاين نفس الكومون. اذا الفرق كيفاش راح يكون؟ راح يكون معدوم. دونك السبب الرئيسي في توزع غير متساوي للشوارد شنو هو؟ هو مضخه الان ا بلس كابلس. الان بعد ما كملنا كومون الراحه نروحوا الى كومون العمل. كومون العمل شرطه شنو هو؟ هو التنبيه الفعال. وماذا؟ التنبيه الفعال. صح. كومون العمل ما عندوش قيمه وانما عنده تغير في الكومون. عنده اطوار، عنده مراحل. كومون العمل واحد الطور واش يكونوا فيه؟ يكونوا فيه خلطنا زوال استقطاب سريع من ناقص 70 حتى تقريبا زائد 30 ميلي فولت، ثم عودة استقطاب بطيئة إلى غاية نفس القيمة، ثم فرط في الاستقطاب، ثم العودة إلى كومون الراحة. هذا واش نسموه؟ كومون عمل أحادي الطور. المراحل المهمة اللي كاينة فيه شنو هي؟ هي زوال استقطاب يكون سريع جدا، ثم عودة وفرط استقطاب تكون بطيئة نوعا ما، بطيئة نسبيا. صح. الآن لازم نعرف شنو هو التفسير الشاردي لكمون العمل. معناها وشنو هي الشوارد المتحكمة في كمون العمل؟ من أجل ذلك باش نعرف شكون هي الشوارد المسؤولة عن هذه الظواهر الكهربائية، وين نلقاو كمون العمل خاطر؟ مثلا هنا التنبيه الفعال، هنا كنديرو تنبيه فعال العصب الحسي، راح يسجل الجهاز واحد كمون العمل. ما ممكن نديرو هنا تنبيه في الوتر، هذا التمدد تاع العضله يؤدي الى توليد ماذا؟ كمون العمل. هنا وينتشر كمون العمل يخضع لقانون الكل او لا شيء. معناها اذا كان تنبيه اقل من العتبه لا يتولد زوال استقطاب، لا يتولد كمون عمل ولا ينتشر. اما اذا كان تنبيه اكبر او يساوي عتبه زوال استقطاب راح يتولد كمون عمل هنا، ثم ينتقل وتنتقل معه الرساله العصبيه في سلسله العصبونه هذه كامل. صح. الان لاحظوا جيدا خوتنا، كاين واحد التقنية تسمى تقنية الكمون المفروض. الكمون المفروض، الكمون المفروض خاوتنا نحكمو ليف عصبي محور اسطواني. المحور الاسطواني هذا نزودوه بتيار كهربائي عن طريق ماذا؟ عن طريق قطب داخلي، قطب تزويد. كي نزود انا القطب الداخلي او نزود الوسط الداخلي نزودو بتيار كهربائي، ماذا يحدث؟ لاحظوا جيدا، في حالة راحة واش كان عندي خوتنا؟ كان عندي الكمون ناقص 70 ميلي فولت. كي نزود التيار الكهربائي الداخلي يحدث ارتفاع للكمون الداخلي. علاه كاين ناقص 70 ميلي فولت؟ لأن الوسط الخارجي 100 ميلي فولت والوسط الداخلي 30 ميلي فولت. كي ندير التيار الكهربائي داخل ماذا يحدث في الوسط الداخلي؟ يرتفع الكمون تاعو، لأن الكمون يخضع لماذا؟ للتيار الكهربائي. يرتفع الكمون تاعو، فالفرق اللي يكون بين الناقص 30 بين هذا المياه ناقص 30 يساوي شحال؟ ناقص 70 ملي فولت، هذا هو كمون راحة. الآن كي نرفع من الكمون الداخلي عن طريق تيار كهربائي، هو عبارة عن تركيب تجريبي، معناتها معقد شوية، ولكن المبدأ تاعو باش يجيكم ساهل. كمون المفروض شنو هو؟ هو كيفاش نفرض كمون؟ نفرضه عن طريق تيار كهربائي، عن طريق إرسال تيار كهربائي إلى السطح الداخلي. كي نرسل تيار كهربائي الداخلي يرتفع الكمون، يرتفع الكمون الداخلي. أما الكمون الخارجي ما يتأثرش. كي يرتفع الكمون الداخلي خاوتنا ماذا يحدث؟ يحدث الفرق هذا يولي 100 ناقص 40، 100 ناقص 50، 100 ناقص 60، 100 ناقص 70، معناها راح ينقص الفرق بين السطح الداخلي والسطح الخارجي إلى أن يصل إلى 0 ميلي فولت. دونك نرسل ماذا؟ تيار كهربائي أو نقوم بفرض كمون قدره زائد 70 ميلي فولت. دونك شدة التيار اللي رسلتها داخل
اضافت كومونا بقدره زائد 70 ميلي فولت، فتحصلنا على الكومون النهائي شحال 0 ميلي فولت. هذا الكومون نسموه ماذا؟ كومون مفروض. فرضته انا مش طبيعي، فرضته عن طريق هذا التركيب التجريبي. كومون مفروض عنده قيمه زائد 70 ميلي فولت مثلا كما الحبه، وعنده مده زمنيه، مدة زمنية نقولوا مثلا 10 ميلي ثانية. نهار نوقف التيار الكهربائي الكومون يعاود يولي كما كان، والفرق يعاود يولي إلى كومون الراحة إلى ناقص 70 ميلي فولت. صح، العلماء علاه داروا هذا الكومون المفروض، شنو هي الأهمية تاعو؟ كاين بزاف ديال الزلاب اللي يفهموا يعرفوا شنو هو الصرافي، بصح الأهمية علاه؟ الأهمية علاه باش ندرسوا نسقوا الإسقاط على الحالة الطبيعية. في الحالة الطبيعية كي ندير ماذا؟ تنبيه فعال، واش نخرج؟ نخرج في كومون العمل. وفي التركيب التجريبي وكي ندير تيار كهربائي نخرج في ماذا؟ في كومون مفروض. انا درت الكومون المفروض التقنيه هذه باش نسقطها على كومون العمل ونعرف شنو هو سبب زوال الاستقطاب وشنو هو سبب عوده وفرض الاستقطاب. هذا هو الهدف تاع كومون المفروض. كومون المفروض نديروه باش نعرفوا خوتنا التيارات الكهربائيه التي تمر عبر الغشاء الهيولي وتسبب هذه المراحل تاع زوال تاع كومون العمل. علاه؟ لان كومون العمل هو ظاهره سريعه. العلماء كي داروا التنبيه الفعال لقاو كومون العمل بصح ما عرفوش شنو هو السبب. ما هي السبب؟ ما هي التغيرات الشاديه التي تسمح باحداث زوال الاستقطاب وعوده الاستقطاب؟ باش يعرفوا السبب وشنو هو داروا كومون المفروض. كي داروا كومون المفروض علاه؟ لانه يقدروا يتحكموا في القيمه تاع الكومون الغشائي ويقدروا يتحكموا في المده. المده الزمنيه كي تكون 10 ملي ثانيه. التيارات الكهربائيه التي تمر عبر الغشاء هي تيارات داخليه وتيارات خارجيه. كما في دارة كهربائية مظاهر مرور الكهرباء، مرور التيار الكهربائي وشنو هي؟ هي حركة الإلكترونات في السلك المعدني، وحركة الإلكترونات تكون من السالب إلى الموجب، من القطب السالب إلى القطب الموجب، واصطلاحا من القطب الموجب إلى القطب السالب. دونك عنده حركتين تيار كهربائي، عنده اتجاهين. مام هنا خوتنا في الليف العصبي التيار الكهربائي عنده حركتين اتجاهين، لانه كاين شوارد راهي تنتقل من السطح الخارجي الى الداخلي، وكاين شوارد راهي تنتقل من السطح الداخلي الى السطح الخارجي. التيارات اللي سجلناها هذا شكون اللي سجلها؟ سجلها لجهاز الاوسيلوسكوب مثلا. هذا كي نديروا له كومون المفروض، كومون العمل، هذا الجهاز الاول نديروا له كومون المفروض يسجل لي هذا. صح، اما جهاز الامبير ماتر، جهاز التيار الكهربائي كيكون هنا مرتبط، واش راح يسجل لي؟ راح يسجل لي مع بداية كومون المفروض يسجل لي تيار داخلي سريع، ثم تيار خارجي بطيء. ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن التنبيه الفعال أو الكومون المفروض يؤدي إلى حركة نوعين من الشوارد على الجانبين. كاين شوارد تدخل تسبب تيار داخلي إلى الأسفل، وكاين شوارد تخرج تسبب تيار خارجي الى الاعلى. الشوارد اللي تدخل الحركه تاعها تكون سريعه لان التيار الداخلي سريع، والشوارد اللي تخرج الحركه تاعها تكون بطيئه لان التيار الخارجي بطيء. الان حبيت نعرف انا شكون هي الشوارد المسؤوله عن التيار الداخلي، وشكون هي الشوارد المسؤوله عن التيار الخارجي؟ واش نديرو؟ يعطيني في تمرين مثلا مادة تسمى تيترودوتوكسين تي تي اكس. هذه المادة واش دير؟ تثبط انتقائيا. واش معناتها انتقائيا؟ معناها نوعيا. تثبط انتقائيا نفاذية الغشاء للان ا بلس، تمنع حركة الان ا بلس. نعاود نفس الكومون المفروض فنتحصل على ماذا؟ على التسجيل هذا. نتحصل على تيار داخلي فقط، تيار داخلي فقط، عفوا تيار خارجي فقط. نحصل على تيار خارجي فقط انا. واش درت؟ منعت حركه الان ا بلس على جانبي الليف العصبي، وقفت حركه الان ا بلس، وقفتها، فغاب التيار الداخلي.
ما معنى ذلك؟ معناها ان التيار الداخلي مسؤول عليه في الحقيقه في الحاله الطبيعيه شكون شبل الان ا بلس، لانه كي منعت حركه شبل الان ا بلس سجلت غير التيار الخارجي فقط. دونك المعلومه المستخرجه من مقارنه نتائج او التسجيلات الكهربائيه في وجود وفي غياب ماده تي تي اكس، مادة تي تي اكس تثبت حركة الان ا بلس، نسجل غياب التيار الداخلي. اذا التيار الداخلي من مسؤولية شكون؟ تيار داخلي هذا السريع مسؤولية شكون؟ شوارد الان ا بلس، صح؟ زين، عند اضافة مادة تسمى رابع ايثيل تترا ايثيل امونيوم، رابع ايثيل امونيوم، المادة هذه واش دير خاوتنا؟ المادة هذه تثبط انتقائيا شوارد الكا بلس. كي ثبت شوارد الكا بلس واش لقيت؟ لقيت غير التيار الداخلي فقط، لم نسجل تيار خارجي. معناها التيار الخارجي شكون اللي كان مسؤول عليه؟ سجلنا تيار داخلي فقط. في غياب حركة الكا بلس نسجل تيار داخلي فقط، إذا التيار الخارجي اللي راح مسؤولية من مسؤولية شكون؟ تيار خارجي بطيء هذا تدريجي، شكون مسؤول عليه؟ مسؤول عليه شوارد الكابلوس. هنا نجي ندير إسقاط بين الظواهر الكهربائية اللي سجلتها في حالتكم المفروض في هذه التجارب، كي منعت حركة الان ا بلس كي منعت حركة الفولاسيون، وندير لها إسقاط مع الظواهر الكهربائية اللي نسجلها بعد التنبيه الفعال. عند التنبيه الفعال سجلت زوال استقطاب سريع، عند إحداث تنبيه أو كومون مفروض سجلت تيار داخلي سريع، لقيت بأن التيار الداخلي مسؤول عليه شوارد الان ا بلس. نقدر ندير مطابقة، شوارد الان ا بلس مسؤولة عن التيار الداخلي في حالة كومون مفروض، مسؤولة عن زوال استقطاب في حالة كومون العمل، لأن هذا الأول سريع، هذا الأول سريع، هذا مسؤول عليه الان ا بلس، بالتعدي الان ا بلس هي التي تسبب زوال الاستقطاب. صح، عودة وفرة الاستقطاب البطيء لجوبات زوال الاستقطاب، عودة وفرة الاستقطاب كي نديرو لكم المفروض نلاحظوهم على شكل ماذا؟ على شكل تيار خارجي مسؤول عليه شكون؟ شوارد الكابلوس. من هذا خاوتنا من تقنية كم المفروض عرفوا بأن زوال الاستقطاب وعودة الاستقطاب وفرة الاستقطاب مرتبطة بحركة الان ا بلس وحركة الكابلوس. الآن حركة الان ا بلس والكابلوس تكون عبر قنوات. القنوات هذه واش تسمى؟ تسمى قنوات فولتيه او قنوات مبوبه كيميائيا. كي نجي القنوات الفولتيه للان ا بلس، القنوات الفولتيه للان ا بلس خاوتنا في حاله راحه كيفاش تكون؟ تكون مغلوقه وعندها ماذا؟ عندها بوابه صغيره، هذه قناه فولتيه للان ا بلس. اما القناه الفولتيه للكا بلس في حاله راحه كذلك تكون مغلقه، وشنو ما عندهاش بوابه؟ قناه فولتيه لك، صح. لاحظوا جيدا خوتنا، عند التنبيه الفعال كي ندير تنبيه فعال للليف العصبي، القناه الاولى اللي تنفتح هي شكون؟ هي القناه الفولتيه للصوديوم. تنفتح القناه الفولتيه للصوديوم، تنفتح البوابه ويحدث ماذا؟ تدفق داخلي لشوارد الان ا بلس من الوسط الخارجي اعلى تركيز الى الوسط الداخلي اقل تركيز. تخيل يحدث تدفق داخلي شوارد الان ا بلس، هو المسؤول عن ماذا؟ عن زوال استقطاب. دونك اول حاجه انفتاح قناه فولتيه، دخول الان ا بلس يحدث زوال استقطاب، صح. دونك تدفق الان ا بلس يدخل 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 يرفع زوال الاستقطاب الى غير زي 30 ملي فولت. تسمى قناه فولتيه لان الفولت يتحكم فيها، لان قيمه الكمون الغشائيه يتحكم في انفتاحها وانغلاقها. في البدايه المسبب لانفتاحها هو شكون؟ التنبيه الفعال. ثم انغلاق تاعها يكون بماذا؟ بتغير الكمون الغشائي عندما يصل الى زائد 30 ملي فولت. هنا هذه القيمه تاثر على القناه الفولتيه الان ا بلس والكابلوس في اين واحد. كيف ذلك؟ تقوم بغلق القناه الفولتيه للان ا بلس. في البدايه القناه الفولتيه للان ا بلس هي عباره عن بروتين ذو بنيه رابعيه في عده تحت وحدات، دونك الانغلاق تاعو يكون بطيء، عوده تشكل الروابط بين الاحماض الامينيه هذه وانغلاق الجزيئه يستغرق وقت، على بها ربي سبحانه عطى فيها وشنو؟ عطى فيها بوابه صغيره هنا، بوابه صغيره هذه تنغلق بسرعه تمنع تدفق الان ا بلس ونسموها قناه فولتيه الان غير منشطه. غير منشطة لأن مازال ما ولاتش الحالة الأصلية تاعها المغلقة. غير منشطة معناها وظيفية لا تعمل، أما بنيوية مازالها مفتوحة.
يتوقف دخول ان ا بلس. في نفس الوقت لازم تنفتح القناه الفولتيه للكا بلس ويبدا تدفق شوارد الكا بلس من الوسط الداخلي اعلى تركيز الى الوسط الخارجي اقل تركيز. اذا عوده الاستقطاب مرتبطه بشرطين اساسيين، الاول شنو هو؟ انه تنغلق القناه تصبح غير منشطه ديال ان ا بلس، ثم تنفتح القناه الفولتيه الكا بلس ويحدث تدفق خارجي بطيء، على بها عوده الاستقطاب يكون الميل تاع المنحنى تدريجي معناتها بشويه. الكا بلس يخرج 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 يحدث عوده الاستقطاب، لان كيعاود يولي القيمه تاع ناقص 70 ملي فولت كوم الراحه. في الاصل خوتنا قبل التنبيه، هل القيمه تاع كوم الراحه كانت منغلقه كل القنوات، اذا القناه هذه تكمل الانغلاق تاعها وتولي قناه مغلقه. وتاع الكا بلس يبدا الانغلاق تاعها ولكن ما فيهاش بوابه، اذا يتاخر الانغلاق تاع قنوات الكا بلس. التاخر هذا يؤدي الى استمرار تدفق الكا بلس محدثا ماذا؟ فرط في استقطاب الغشاء تاع الليف العصبي. كي يلحق الى ناقص 80 تقريبا ملي فولت يكتمل انغلاق القناه ويتدفق حينئذ ويتوقف حينئذ ماذا؟ تدفق شوارد الكا بلس. الان خوتنا عندي قناه ان ا بلس مغلقه وعندي قناه كا بلس مغلقه، وراني راني هنا واش لازم باش تنتقل رساله عصبيه اخرى مره اخرى ويجي كومون عمل اخر؟ لازم يعاود يولي الكومون الى حالته الطبيعيه. العوده الى حالته الطبيعيه يكون بتدخل مضخه، لان دخول ان ا بلس واش دار؟ دار الصوديوم مرتفع في الوسط الداخلي. خروج الكا بلس واش دار؟ دار الكا بلس مرتفع في الوسط الخارجي. الوغ كيف الحاله الطبيعيه نعرفوا بان الان ا بلس مرتفع برا والكا بلس مرتفع داخل. هنا التراكيب الشاردية راهي مقلوبة، شكون اللي يعاود يرجع الان ا بلس كيما كان والكا بلس كيما كان؟ هنا تدخل مضخة الصوديوم بوتاسيوم اتيبياز تعمل على اخراج الان ا بلس عكس تدرج التركيز عفوا منا، وادخال الكا بلس عكس تدرج التركيز بصرف طاقه على شكل ATP فيعود الكومون الى حالته الطبيعيه. جماعه حاولت في هذه العجاله في هذه النص ساعه على باش نشرح ولا حق الفيديو باش نعطي لكم الافكار نغربل لكم الافكار كامل تاع كومون الراحه وكومون العمل. راح نشوفوا في الفيديو القادم في الجزء اللي بعده نركزوا على النقل المشبكي على الانتقال رسالة عصبية في المشابك التنبيهيه وكذلك عمل مشابك التثبيطية آلية عمل أسليكوني والجافا. ركزوا إن شاء الله فيما تبقى وتكتمل المراجعة النهائية. كوراج خوتنا ما بقاش بزاف، ركزوا مليح ودير في بالك باللي آخر مادة في الباك هي اللي راح تحدد المعدل تاعك، معناها ما تفشل ما والو. ما تقولش ماهيش محضر في السيونس وماهيش محضر في المات وماهيش محضر في الفيزيك، أخدم وين جات النقطة اللي تجيبها من تاريخ الجغرافيا ولا من الفلسفة ولا من المات ولا الفيزيك هي نفس النقطة وتسحقها في المعدل العام تاعك. شكرا لكم. نلتقي في الجزء الثاني من الدرس.